الصوم بدينه وربجوك سومالان ولا جمبارمين يا بعض واحد يتعي ترفل هذا يتعي هذا يتعي أن مالكش يترك سومال كليو ونو نو كستو ودك وجوه صاحب بدك كلهين يعني الصوم بدينه مدحوينه كحجين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليعي وفتي وهجامينيو أي ذلك دبوا صلابته مدحوينه كحجين كسومالي لان أي كور بحيو تشدد الزفر وكمري قار كمدا دلالك يروب مدحوينه كحجينكا أو كهاللية أرمها سيايا وحو شاقي إن أجددو آيا هايد مدين تا قربة جوكتا سومالي لان إيا سيدو كراهين اي كلا غيب غلان حوسكا سيديد يتوبان كمي أنوغا مدو لابيا توما كوي توما المود دالك مغرين مهاد دا إلهي كسوكو واحكرون آدي آد ومهاد دقيا نماني تالكن وضحا شرفتا بادن أنا شعب كله هالكان سكوي نقصون دبي أنا يقفتي أنا كامل اليوم هذه أبغى تكون مهندقية وهكلا هذا يكون مهندقية دمان كان يدي رئيس ومالن صدق هذا الأكل الدون أنتجني يضل كله كسب ما تكي ما دين بق نقصون دبي سال سعتين وهندل كبحني ما نتين الدبال دقني ستي توكين بي ما أنتك إحدي سجالات تبكي مي ما كبحني وحن كهريني ذلك هولندا وخنتي لبا لبشر أقيم بدنياي استبي علين مركان لباتك بيشك دقني شركة كواد وحن قالني أو سكوي بدمشا نمان تاليه سومالا أوركو جامية لرداء SSE سومالا سوسايتي يوروب لرا اما في سومالا نقولها تاليه سومالا يوروب كي يبدي ويران سيدين دالك كي يبدي وعلى كولها شر يس ورايسي يعني كيف قالني انا قا يو وزير كريم هادي بدا دكتور عيسى إصلاح بنك هنا دور سعود كدي ما خيرنا صنعها درا طو وحن قلنا عيدين ما يجي ون يو نرسويين ولد بعد دقني أركان مكان صدح معلومات شوقني بحرو وجدبني فنلندا وأبريكا يوروب خنتي إذا سوينا عيسى هذا قيام بدن يعني لو شو دوي ماذا إحنا ما كنا كلنا لهاي حلبانو يوسف تقريبا جبدة عن كسر بقالنا وعن كسر دم بين ذلك برجم هذا وقت نبوي يرى درثيد ما هو لقى عن كأكلوا يلا للسوقيين وعن كسر قبل قبلنا وضنا قصد هذا برجم ويسألون رتي سيادي هذا بين بدل لو شو دوي حفلات هذه هذا قيام بضنا نوقفتي يدو وفتي إلى السعودية قاركودا يحتاج رنتي ده مجينو أنو أن السنين بمركي بها بينك أما أنتي بقى بحين صبحي ضمي فرنسك لقائب قلين هبينك لقائب قلين شلو الدنبي سيو حي تقين شرمكي قلين رنتي رفع فرعوني للسعودية ونا هولا غيب بها قبتين وجيد ده صفر كاسي وبحني لبعرف بهيد وحمد أنا كلاقيب قادنا في الحضة هيدين مي أنا كلاقيب قلنا قرب جوج جينا سومالن دي بدي جوج لفنا مرت سومالن رجل ده كان ملا صار بسي هرمر كيس يدي بيسي دي سمعنا قصو قيب قاتي لا كوي بسكاشن كيو أنا كلاقيب قلنا في الحضة ما أنت قرنا سومالن سنة جودي لا بيستنان وجدت لما نوحيد إن الصوم بدينه وربجوك سومالان ولا جمبارمين يا بعض واحد يتعي ترفل هذا يتعي هذا يتعي أن مالكش يترك سومال كليو ونو نو كستو ودك وجوه صاحب بدو كلهين يعني الصوم بدينه يدو دكتين كلي عقاق قيب سنه وينو يتمدي مدة مدة يمكن ديمقراطية داينو بعدين أي
ديمقراطيه دوينو قوس درتيد waxay ku inoo keentay dadkeenu fahmi waayano waxa lagu ma mahay jiray toqorimay lagu xafiltay loo kala tagay mooda tiibana ugu dhacdo tartankii dadkeenu qaateen ee reebnimadii iyo qaranimadii tolka ah tolnimadii tii qaran laba in lagu kala tagay oo qaateen taa waxaan de hawsha weyno labaad waxa taas ah in aan qulubtoodan midayno in aan war tartanku wuxuu ka jiraa wadankiini waxa isticmaashaa bandhiri badiyaabo baahdin dadka dartay waa abtiyaasha waa adeerada waa in maadeerada kii guuleysta waa kii kale marka tartanka yaala Soomaaliland ee xortii xalaash ah idinku waa isku nicinayaan halkan wadajirkiinu marna idinku inaafacayaa oo dee meel wax joogtaan aad ku yartiin marna wuxuu afacayaa qaranka Soomaaliland buu afacayaa oo waxaad xuddo Soomaaliland baad xuddo naysar waxaad u tihiin safiiro dibadda u jooga Belgium fursad ugu weynad ba kala kulanay waxaan shalay la kulanay baarlamaankii midowga Yurub qolo qayb badan oo khayr alaasiya ambassador Kaysar Ruti uu ka shaqeeyay oo deegaanka Roma gaabay safiirka rasmiga markii hore la taliyo ha jiray safiirki joogi jiray Belgium joogi jiray ama wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsanaa ee markaa Ruti hawsha si aad uga shaqeeyo xilmaano shan lix toddoba ala kulasiyey aad ugu hadalnay ee danaheenii qadiyadeenii dalkeenu laga shub baahan yahay ta kalena waxay dhahayaan anagu arinta dhaqaalahan in Soomaaliland toos loo siiyo waa ka hawlgalayna arinta kale ictiraaf raadintana kulli waxaan biirsanaynaa bidhaan inaan dad badan xildhibaanada sanadaha soo socda in rag badan oo aan kasbanno oo nala wada qadiyada markaa Soomaaliland haday tahay xag itiraafka iyo haday xag dhaqaalaha iyo xag dhankastaba runtii hawshaas guul bay ahayd shalay oo dhan waxaan aad iyo aad horta halka si gaar uga maandaqayaa safiirka Belgium master Degale master safiir kale maa Kaysar gabadh aad u qiim badan oo Nuura Cali oo ah gudoomiyaha koowaad gabadha ee noqota gudoomiyaha ururka SSE gabadha iyadana aad iyo aad baan rajay ugu mahadnaqaynaa dadka sida wanaagsan noo soo dhaweeyay. Waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi samaa? Maa sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.